ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى والسلام على العبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوته الكرام مع سهل البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، غفر الله لشيخنا والوالديه وللسامعين. أمين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال كتاب الوصايا، قال باب الوصية بالثلث، وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث، وقال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال الإمام علي رحمة الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم. أنا خلصنا هذا الباب، أنا نتكلم على قول الموصي الوصي تعهد ولدي وما يجوز الوصية من الدعوة. نعم شيخ رضي الله عنه. قال الإمام علي رحمة الله باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. قال الإمام علي رحمة الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، عبد الله بن مسلمة القعنبي من الله عليه منة عظيمة، كان مخمورا وكان يشرب الخمر، يعني كان يلهو الدنيا، كانت تلهو به ويلهو بها، وكان يشرب الخمر، فوجد كوكبة من الناس فتعجب منها، فقال ما هذا، ما هذه الكوكبة؟ فقالوا هذا شعبة وطلاب العلم معه حوله، فلما قال أوقفه فذهب إليه وأوقفه، قال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ قال محدث، أحدث الناس. قال وبما تحدث الناس؟ قال أحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني. فأبى علي، وطبعا أبى علي أولا أنه كان مخمورا، وتعلمون بأنه تضيع العلم أن تؤتيه إلى غير محله، يعني تضيع العلم أن تؤتيه لمن لا يستحقه، فأنت بذلك تزدري نعمة الله جل في علاه وتضعها في غير موضعها الصحيح. فقال له لا أحدثك، فأشهر السيف وقال حدثني وإلا قتلتك. فنزل على جواده ثم قال له نعم حدثني فلان، ثم قال له يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أول ما أدرك الناس من أن كلمات النبوة الأولى، قال عليكم السلام ورحمة الله، قال إن لم تستح، قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقع السيف منه، حياء القلب نور، والمرء إذا علم حق الرب لذاب وانصهر، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يصل إلى أن يفي لربه حقه، فكيف من تجاوز الجبل والطوض وعلى واستعلى بذنوبه. قام فقال، وقع منه السيف، ثم ذهب فاغتسل، ثم تابع ربه توبة نصوحا، ثم ذهب يسأل عن شعبة، فقالوا مات. فكان الأمر عليه شديدا، فلما علم أنه مات قالوا له مالك يسد مسده، فذهب فجلس تحت أرجل مالك، فصار أروى الناس عن مالك، أثبت الناس كتابا عن مالك، هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. الحمد لله شكرا، أحسن الله لك يا براء، جزاك الله خيرا. أروى الناس عن مالك هو عبد الله بن قعنب، لذلك سبحان من لا يعلم أقدار الناس إلا رب الناس، سبحان من لا يعلم أقدار الناس إلا رب الناس. وعلى المرء أن يكون مخلصا صادقا سائرا إلى ربي صادقا، أن يكون صادق السير إلى الله جل في علاه، وأن يكمل طريقه إلى ربه، فإن في الدنيا بأسرها لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا تزن عند الله شعرا. وعلى المرء أن يعلم أن قيمته في الدنيا على ما يفعل لدين الله جل في علاه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. أنت تعلم والعلم يقين في هذا الباب، المهدي يصلح الله في ليلة. فكان ابن قعنب وهو يشرب الخمر في هذا الباب، وهو يشرب الخمر يعني كان الله تعالى قد كتبه من الصادقين الصالحين. وانظر كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فليستبشر المرء خيرا ويعض من هوارز على خير فتح الله له به بابا، فلعل الله جل وعلا يؤتيه خير ما لا يتوقع من العمل لدينه. الله يستعملنا ولا يستبدلنا رب العالمين. نعم، هذا هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. قال عن مالك، مالك النجم، اذا ذكر حديث فمالك النجم. نعم،
كما قال الشافعي لولا مالك وابن عينة لضاع علم أهل الحجاز. قطع ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هو أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة، وكان ثقة ثبتا أمينا فقيها محدثا صواما قواما، وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديقة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، هذه التقية النقية المبرأة العفيفة الحصان الرزان، هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق. عائشة رضي الله عنها وأرضاها سيدة السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص مشهد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عاهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة ابن زمعة أخي وابن وليدة أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فلما رآها حتى فما رآها حتى لقي الله تعالى. أقول إخوتي الكرام، هذا الحديث العظيم تناولنا فيه كثير من الفوائد وأيضا نزيد على الفوائد، لكن الترجمة مطابقة هنا للترجمة مطابقة للحديث، لأنه قال قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي، وهذا في عتبة بن أبي وقاص، يعني وصى سعد بن أبي وقاص بابنه من وليدة زمعة. وتعلمون أنهم كانوا في الجاهلية، يعني تعلمون أنهم كانوا في الجاهلية، يعني أنا ما أدري ناس، يعني الطلبة أنا صراحة خايف أقول سئمت عدم الفهم، والطلبة مساكين إذا وجدوا أحدا متأثرا إذا في شيء عنده طب إيه اللي حصل، فلوسه اتسرقت ولا ناس، يا ناس افهموا يا ناس افهموا. الطلبة هؤلاء أنا تعبت من هذه الطريقة، لأنه أريد أن الطلبة تشعر تعيش. قلت نحن نعطي الله الفضلة، نعطي الله الفضلة من وقتنا، ما عملنا شيء لديننا، فيعني عليكم أن تفهموا. أنا أستغرب ده، هذا يجعلني يعني ما أنا أسيب الدرس وامشي، ومش فاهمين ما فهموش. أصلحك الله، رفع الله عنك ما أهمك، ما ضرك. أنتم لما تحضرون المجلس لما؟ لما تتعلمون؟ لما تعلمون؟ قلت الإنسان أصلا له وظيفة وهو قصر فيها، له صحيفة عند الله جل وعلا مكشوف فيها كل شيء، هذه الصحيفة مكشوف فيها كل شيء، مكتوب فيها كل شيء. أنت على يقين من بوابة، وبوابة أخرى لست على يقين منها. أنت على يقين من بوابة التجاوزات، المعاصي، الخطايا، الأخطاء، التقصير، عدم العمل لدين الله جل في علاه. أنت مستيقن من هذه البوابة، ثابتة، هي ثابتة لا تتحرك، والله يعلم مداها ويعلم ما كان فيها من دقيق أو جليل، من باطن أو من ظاهر، يعلم ذلك. هذه الصحيفة ما في ريب ولا شك فيها، عشان تعلموا كيف الإنسان لو فكر عندما يقف أمام ربي ما الذي سيكون. وصحيفة أخرى نعم فيها أعمال، ممكن تكون عملت الحسنات والصالحات والطيبات، من قال لك أنه قبلك؟ من أكد عليك أنه قبل منك هذا العمل؟ من أكد لك أن هذا العمل قد يفوق هذه الصحائف التي فيها ما فيها من التجاوزات، وفيها ما فيها من التقصير، وفيها ما فيها من النفاق أو الرياء أو عدم العمل لدين الله جل وعلا؟
بالله عليكم، انا تعبت من هذه، انه ما احد يفهم هذا الامر، وكل واحد يقول طب ايش اللي عنده، طب هم سرقوا امواله، طب هو في حد مات، طب هو اليوم الشتاء كان بارد جدا فما كانش عنده غطاء يتغطى. ما هذا التفكير؟ انا حزني في بكائي عليك على هذه التعليقات اكثر، وانا اتغافلها. انا استغرب جدا، استغرب في كل مره نفس الامر يحدث هذا، فانا استغرب، اسكت، ما كيف اتكلم، ماذا اقول؟ عامه يعني اسال الله جل وعلا ان يجعل قلوبنا طاهره، وان يجعلها لربها واصله، وان الانسان كما قلت حسبه ما عاش في زمان فهو من اهل هذا الزمان. انا فقط اتمنى من الافاضل الاخيار انهم بس يتقنوا كلمة أنا قلتها، أما عن نفسي فقد قلت قد تجاوزت الحد وعصيت وتخطيت هذا أمر أنا على يقين منه، ما يهمني أي شيء بعد ذلك، من يعلم أم من لا يعلم. أما الأمر الثاني هو كيف فعلت لله، ده السؤال، أعد له جوابا فقط، بعد ذلك اسألوا بقى عن حال الشخص أمامكم وغير أمامكم. الآن سألوا أنفسكم ماذا فعلتم لله فقط بس، وهذه الإجابة طبقوها على كل من ترون أو من يكون معكم، رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم. قلنا أن الترجمة مطبقة هنا في هذا الباب. أنا لا يحزنني شيء، أنتم لا تعرفون شخصيتي، ما يحزن، ما فيش شيء بيحزنني، يعني ما أهتم لشيء إلا لأمر مرتبط بما أنا فيه فقط. ويمكن أن يحزنني أن أرى من تفوق علي إلى ربي جل في علاه وسارع، أو يكون صغير السن ويكون نقيا صافيا، الله أكبر، يعني أكون كتلة نقاء عجيبة فيه شيء في الداخل يجذب، يأتي الإنسان يريد يفسر ما عرف يفسر، لكن لو كان عميق النظر بيفهم يقول هذا نقاء فيه ربط بين الله وبينه، لذلك ترى يجذبك وأنت لا تدري كيف جذبك، ترى نفسك يعني تريد تعطيه روحك في ثانية واحدة ولا تدري، ما تعلم يعني ما الذي فيه من أجل ذلك. هذه تكون علاقة بينه وبين الله جل وعلا، وكل من كانت له علاقة بينه وبين الله يفهم هذه الأوضاع على 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 وتيرتها. وإلا مصير كان معي وإخوتي معي يقول لكم، أنا أصلا يعني ما أشغلني شيء، ما في شيء، حتى ولو يعني أنا كنت أصلا تركوني من أجل أن أكون يعني منفقا على إخوتي، أن أكون أنا الوصي أو أكون أنا المتحمل المسؤولية، تركت الدنيا كلها وذهبت أطلب علم، وتركت إخوتي ما عندهمش إلا طعام ولا شراب، وهم أصغر مني وأنا أكبر رجل فيهم، وأخذوني سفرا بعيدا من أجل المال، تركت كل شيء ونمت في الشوارع، لكن لا أخفي أنني سجدت سجدة بكيت فيها بكاء فطر قلبي، وقلت أضيعت أنا من أعول، أما تعلم أنت هدفي وما أعيش له، بعد ذلك كفاني وأواني وكفاهم وأواهم وأعطاني ما لا أتصور ولا يمكن أشكره بحال من الأحوال. المسألة ليست المسألة تحتاج إلى فهم، يعني الحمد لله. فأقول إخوتي الكرام، الترجمة مطابقة للحديث، وفي الحديث فوائد كثيرة من هذه الأحاديث، هي العمل بالوصية، لأنه وصى له أن يأخذ ابنته، قال هذه ابنتي منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انظر يا رسول الله وانظر إلى شبهي بعتبة. فأقول إخوتي الكرام هنا، يعني العمل بالوصية، فقال له يا رسول الله إنها ابنة أخي، وصية أخي، فقال عبد بن زمعة إنها ابنة والدة أبي على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر البينة، هنا الشرع. لذلك أنا أصلا قلت لمن أثق فيه، وهو يعني كأنه بادلني الثقة، قلت له إن حدث بيني وبينك شيء فاجعل الشرع حاكم، قال خلاص أنت أعلم مني بالشرع، أنت الحاكم. هنا هذه المسألة تتحمل إنسان مسؤولية كبيرة جدا في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ويأتيه الوحي، لكن هو يحكم ما شرعه الله جل وعلا، البين على المدعي واليمين على المنكر، الوارد للفراش وللعاهل الحجر.
فنظر فقال له عبد بن زمعه انها وليده ابي وهذا ابنه على فراشه. فقال النبي هو لك يا عبد بن زمعه. ثم قال سعد بن ابي وقاص هذا الكلام الوالد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال احتجبي عنه يا سودة. ففي ذلك ايضا الحكم بالبينات، البينات على المدعي ومن على من انكر. والقرائن وسائل وليست بينات، والقرائن وسائل وليست بينات. لذلك قال له انظر الى شبهي، هو وجد الشبه بعتبة حقا. ولذلك عندنا يقولون بان النسب يمكن النسب ان يحمل على انه الدي ان ايه، دي ان ايه دي ما ادري ما هي الدي ان ايه، دي ان في دي ان ايه ولا شيء اخر غير ذلك، يعني مكتوب شيء اخر غير ذلك ما اعرف. فالبينة على المدعي واليمين على المنكر، القرائن ليست بينات، فالدي ان ايه لا تثبت نسبا ايضا ولا تنفي نسبا، لا تثبت نسبا ولا تنفي نسبا. ثم قال فقال فحكم له به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد للفراش وللعاهر الحجر، المسألة على البينة. وقال لها أيضا انظروا لو أتت به كذا وكذا. فقال لما أتت به على الوصف السيء قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. خلاص انتهى الموضوع، اللعان جاء وهذا هو. ثم قال لا احتجبي عنه احتجبي منه يا سودة. لما رأى شبهه بعتبة فمرأها حتى لقي الله، يعني معنى ذلك أنها سمعت وأطاعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي عنه يا سودة. يا لله على هؤلاء القوم. وأنا أقول للإخوة ممكن لا يستغربوا، إذا استغربتم من حال الإنسان أو من تغيرات حال الإنسان أنا أنصحكم نصيحة، لا تعيشوا في هذا الزمان، عيشوا في الزمان الأول، يعني تعايشوا بأنفسكم مع الزمان الأول سترون عجبا، وهذا على الأقل حيجعل لكم فهم في هذا الباب. الفوائد المستنبطة طبعا هنا يحتجب عنه يا سودة ما كان حكما واجبا عليها، لكنها فعلت ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من باب الورع الاحتياط، يعني لأنه وجد الشبه به ولكن ليس حكما، لأنه حكم انتهى، حكم أنه أخوها، حكم أنه أخوها، لكن لما وجد الشبه فعل ذلك. الفوائد المستنبطة جواز الوكالة، الحكم بالبينات لا بالقرائن، القرائن يستأنس به، فضل أمهات المؤمنين يسارعنا في مرضاة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نعم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.